عبد المنعم ابراهيم صباح مدرب حراس المهديه. بالنسبه للمباراه يعني كانت فيها شويه توترات، لكن نحس ان المباراه كويسه وضعنا فيها فرصه ولا اثنين، لكن الحمد لله راضيين على المستوى، وان شاء الله الاياب ان شاء الله نديروا اكثر من الخدمه الاولى، وان شاء الله نحسنوا المستوى اكثر واكثر ان شاء الله. كويس عمر، كويس عمر، صحيح صحيح عمر، صحيح. اللاعب احمد ابراهيم بركة لاعب نادي الشراره، اليوم لعبنا مباراه طيبه ان شاء الله كويسه ضد نادي المهديه. نادي المهديه هو نادي معروف وكره الجنوب معروفه طبعا، وحافظنا على الصداره وقدر الله ما شاء فعل، وتو ما نقدر نقول لك لاسباب فنيه اسباب اداريه، والمدربين والرياضيين اللي عندهم حطوه بارك الله فيه، بارك الله في الجميع.